ये सब्रेना ये अहां ये من بنزرة البنقردين نهاركم سعيدة صبرنا كل يوم تجيكم بكلاش جديد هذي كلاش وكعبة حلوة ركز في الكلام صبرنا كل يوم تجيكم عن اي فامة نوفل الورداني في لباس يبدي فيش عنده شعرتين في راسه كسردك المريش يا نوفل الورداني يا راس البصلة دي حاجة معروفة الكيلو يطيح رطلة يا نوفل الورداني رك يا سير كلاسة عندك قرعة بوت الزينة اصلع وفرتاس حب دي 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 كاسة النوفل الموسوعة مالك الابتذالة وبطل الميوعة يحكي بلغة غشة ياسر بهناسة كل مرة يطلع بغريب قوي في الفيتاسة ضامر وجلطام كلامه كي شعره فارغ دي مرة يتصرف تقول شعلي في الشارع في الغشة ياسر بارع ورانا العجب يسد فز الضيف متاعو ينطقو من الجنب والضيوف متاعو يختار فيهم بالكعبة كيما خرجوا من الحباس يحب السايب اللعبة جاب مين فامن وجاب العنقورة جاب الخال شريفة قالتنا حي في السحور ما نعمل شوي بخورة احنا ماناش لباسة جاب لنا رقاصة تشتح بيدو اللباسة ان شاء الله لباس ولا نخلي فمي مبلع ظهر فيك مستانس تمشي لمصر تدلع ديما تحب تولع تلهب في الحوارة كي تشوفو يتصرف تقول شعلي في الدار ما عنده قوة في الافكار هذي كلمة حق مدام وصل للغادي راهو يستحق ولباس ناجح والناس عليه شاهدة لباس حقق على نسبة في المشاهدة